ضربوا واحدة من دي. حلو. مين ده؟ انت مستني حد ولا ايه؟ لا خش جوه، مش عايزك تطلعي خالص. يلا خلاصي. طيب. هي جلال انت فين؟ بقالي 3 ساعات بكلمك مش عايز ترد على التليفون، في ايه؟ انت ايه اللي جابك؟ يعني انت اول مرة تجيلي هنا البيت وتشرفيني؟ معلش انا اسفة، اصل كنت محتاجاك ضروري قوي. عماد تعبان وانا حاسة ان انا السبب في اللي هو فيه. كنت عايزة افضفض معاك ومش عارفة اوصل لك. انا كنت نايم صدقيني، وصحيت على صوت التليفون اللي انت، يعني انا كنت جاي لك اصلا النهارده، كنت جاي لاطمن عليكي. طب ما تخشي كده واغير هدومي بسرعه. لا انا هنزل هستناك تحت. طيب ماشي، ما تتاخرش عليا. لا لا ثواني، على طول على طول. مين دي؟ حطي صوتك. حاضر. مين دي؟ انت مال اهلك؟ ما توطي صوتك، انت راخر. وانت مال اهلك دي؟ طب ايه رايك بقى ان انا هنزل وهعمل لك فضيحه بلاجي في الشارع؟ بس نوجه انت. مين دي؟ دي حبيبتي، خلاص احنا مالنا ومالها. مين دي؟ ما يا بنت انت هتقعد تحت؟ بقول لك مين دي يا بنت. بقى طب انا اهدي. خطيبتي. خطيبتك؟ من امتى يا نحنوح؟ من امبارح، من اول امبارح. مالكيش فيه. الف مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا عسل. طب انت ايه، مش هتزق عجلك يعني وتمشي؟ لا زق عجلك انت، انا مش ماشيه. قاعده شويه. ايه قعدت ايه؟ هي وكاله من غير بواب، قاعده فين؟ ما انا ملاحظه ان صوتك عالي قوي. انت مش خايف خطيبتك تسمع ولا حاجه؟ ما توطي صوتك. بقول لك قاعده. معترض؟ لا بحسب. ما اقدرش اعترض طبعا. خلاص بيتك ومطرحك. شكرا. اضربي البان بقى وانا هطلع اغير. سلام يا نحنح. مش عايز تليفونات وهق ومق والكلام. ما تغور بقى. يلا خش اقعدي. خطيبتي انتك خبطه في نفوخك. الو. ايوه يا حماد، ما ظهرش حد دلوقتي، تليفونه مقفول. طب يلا بسرعه ارجوك، انا مستنياك. ماشي، باي باي. هيكون راح فين بس دلوقتي؟ اقول لك حاجه. ايه؟ اطلع على المدافع. تفتكري مش خسرين حاجه على رأيك؟